هذه كلماته من قلب المعتقل. هو الصحفي والمحامي السوري الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعضو في الاتحاد الدولي للصحفيين، كما يشغل مازن منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، مناصب ونشاطات جعلته يحوز في تشرين الثاني من العام 2011 على جائزة رولان بيرجي للكرامة الإنسانية. أصبح مازن مع اعتقاله بموجب قانون الإرهاب أحد أبرز سجناء الرأي والحرية في سوريا، ما جعله يحوز على جائزة اليونسكو لعام 2015 اعترافا بالعمل الذي قام فيه في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك على حساب تضحيات شخصية كبيرة كمنعه من السفر والمضايقة وحرمانه المتكرر من الحرية كما ذكرت المنظمة. الاثنين، أفرجت السلطات السورية عن مازن درويش بعد اعتقال تعسفي استمر 3 سنوات. 31 آب 2015 هو موعد محاكمة من تعتبره اليونسكو أحد أبرز نشطاء الحرية في العالم، ومن تعتبره الدولة السورية حتى إشعار آخر إرهابياً. أي منطق سيغلب؟ الموعد ليس ببعيد.